وإلى ميادين الصمود الشعبي، فقد نددت مسيرة حاشدة في مدينة دمار اليوم بتدخل القوات الأمريكية في اليمن واستمرار العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم لخرق وقف إطلاق النار. في مشهد مضامينه الصمود الجماهيري ومفردات التلاحم الشعبي لمواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي، خرجت اليوم في محافظة دمار مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار مستمرون في مواجهة العدوان الأمريكي وأدواته على اليمن. فهذا خروجنا اليوم يعبر عن استعدادنا الكامل وجهوزيتنا الكاملة لمقاومة العدوان الأمريكي الصهيوني الذي أتى إلى بلادنا. المسيرة التي جابت عاصمة المحافظة أكد فيها المشاركون أن محاولات إفشال مفاوضات السلام في الكويت يقف وراءها الولايات المتحدة باعتبارها المستفيد الأول من العدوان واستمرار الحصار الجائر. ونقول لسماسرة فنادق الرياض بأن احنا كلنا سنواجههم داخل الوطن وخارج الوطن، وإذا هم يحسبوا أنهم سوف يعودوا إلى الوطن فهذا من المستحيل، حتى لو عفى عنهم المجتمع الدولي فلن نعفي عنهم احنا، وهيهات منا الذلة. ورفع المشاركون في المسيرة الحاشدة اللافتات والعبارات المناهضة للتدخل والاحتلال الأجنبي في اليمن والجرائم التي ارتكبت بحق الشعوب من قبل أمريكا ومن يقف معها ويدعمها. أما الاحتلال الأمريكي لا يراهن لا هو ولا العدوان بأكمله أنه يغزي اليمن أو يدخل اليمن، والله لا يقاتلين المكالب حقنا والأطفال من خلافتنا، محنا لو ما عدل الجنابي من خلافة السلاح. اليوم رجال محافظة دمار تحتشد عن بكر أبيها لترسل رسالة للعدو وتقوله: نحن ليس البحرين ولا قطر ولا الرجعية الإمبريالية، احنا اليمن، لن نقبل أي دخيل ولن نقبل أي مستعمر، وسنقاتلهم جميعا وستعرفوا من هم اليمن. نعلن النفير العام ضد التدخل الأمريكي واحتلال اليمن، ونهيب بالشعب اليمني ضد الاحتلال الأمريكي، ونقول لهم: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. صدر عن المسيرة بيان تضمن أن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله خط أحمر، مؤكدا النفير العام لمواجهة الاحتلال الأمريكي، وإعلان حملة توعوية ثقافية تبين الخطر الأمريكي على البشرية واستقرار العالم. شهر كامل منذ انطلاق مشاورات السلام في الكويت شهد أكثر من 4000 خرق للعدوان ومرتزقته، فهو لا يريد السلام ويمد من قربته ما تشهده المحافظات الجنوبية من احتلال أمريكي وأجنبي. تؤكد هذه الحشود ضرورة مواجهته بالإمكانيات المادية منها والبشرية دفاعا عن الوطن وعزة وكرامة أبنائه. ماجد السياغي لقناة اليمن من اليمن محافظة دمار.